مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة في الفقرة الثالثة في الحوار معانا لقاء مهم، معانا لقاء مع المدير الفني لفريق الجمباز بالنادي الأهلي دكتور محمد فؤاد للحوار عن اللاعبين والحوار عن ميداليات والإنجازات والاستعدادات وكل حاجة تشملها رياضة الجمباز. كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها له احنا إن شاء الله بإذن الله هنسألها له النهاردة. بنرحب بيه دكتور محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا بخير، أخبارك إيه؟ الحمد لله زي حضرتك. كله كويس؟ الحمد لله تمام. حضرتك رئيس جهاز الجمباز، الجمباز فيه أجزاء كتيرة، إيقاعي وأرضي وي 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 وي، عايزين نعرف بس نعرف السادة المشاهدين بتتكون من كام حتة؟ هو طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للجمباز في 7 أنواع موجود في مصر، مفتوح تبع الاتحاد المصري للجمباز، منها 5 أنواع أو 6 أنواع دلوقتي. تمام. أنت كنادي بتختار، مش بالضرورة يبقى عندك كل الأنواع، مش بالضرورة، مش بالضرورة خالص. أنت بتختار النوع اللي أنت عايز تتخصص فيه. تمام. فالنادي الأهلي من يعني من فترة طويلة، لأن الجمباز برضو قديم في النادي الأهلي فترة كبيرة، من عنده الجمباز الفني بنين وبنات. الفني الفني وليس الإيقاعي. وليس الإيقاعي. الإيقاعي ده نوع تاني. بس خلي بالك بقى، كل ما تفتح انت نوع انت محتاج الى مكان وامكانات ويعني خلينا في الجزء الفني اللي احنا بنشتغل فيه. دلوقتي النادي الأهلي في جمباز الفني بنين وبنات. كويس. وده اللي يعني موجود. الجمباز الفني بنين وبنات ده عباره عن الاجهزه والحاجات دي، عباره عن الجمباز الفني بنين 6 أجهزة. كويس. بيؤدى عليهم مجموعه من الجمل الحركيه. تمام. وبيتم تقييمهم في ضوء قانون التحكيم الدولي او المحلي في ضوء ايه نظام البطوله. البنات، الجمباز الفني للبنات هو 4 أجهزة فقط. طب عايزين نحدد بقى 6 أجهزة واربع اجهزه، ونحدد ال6 أجهزة ايه للنادي الاهلي والاربع اجهزه ايه لفرق السيدات. ال6 أجهزة جهاز الحركات الارضيه. حركات الارضيه هو عباره عن مربع. تمام. 12 في 12 كويس. عليه اجهزه حركات في الاضلاع، جهاز حصان الحلق، جهاز الحلق، جهاز حصان القفز. تمام. جهاز المتوازيين، جهاز العقل. ده بالنسبه ال6 أجهزة. ده بالنسبه للرجال. بالظبط كده. للسيدات، السيدات بيشتركوا مع الرجال في جهازين اللي هم الارضي. الارضي وحصان القفز او طاوله القفز تسمى دلوقتي. تمام. وباضافه بقى عرض التوازن اللي هي البيم وجهاز المتوازيين. جهاز المتوازيين في البنات شكله مختلف، عرضه منخفضه وعرضه مرتفعه. تمام. جهاز المتوازي بالنسبه للبنين عرضتين متساويتين الارتفاع. مستويتين الارتفاع. طيب انا نتكلم بصراحه، كل الجمباز الايقاعي او عفوا الفني اللي احنا بنشتغل عليه لما بيجي يتفرج عليه بنحب كلنا الحركات الارضيه، بيكون فيها اثاره شويه بالنسبه للناس هي اعتقد والمتوازيين. مظبوط. ليه اشمعنى اللعبه دي اللي شاده الناس؟ اشمعنى دي اكتر حاجه الناس بتحب تتفرج عليها؟ الحركات الارضيه لان التنوع المهاري فيها كتير جدا. بالاضافه لان اللاعب بيتحرك اثناء الاداء. بيمشي في اضلاع، بيعمل حركات من الثبات، بيعمل حركات فيها وثبات ربط. فالتركيبه دي بتبقى جذابه جدا، بيقدر يعمل سلاسل متصله بالحركات ورا بعض. السلاسل دي والربط والتحركات بيديك في الاخر ابهار، انك مش شايف حاجه ثابته. دي حقيقه. على جهاز ثابت، لا انت شايف حاجه متحركه. واللعيب بيتحرك ويغير اتجاهه ويرجع في ضلع تاني ويتغير اتجاهه تاني. وغزاره الحركات وتنوعها وربطها ببعضها بيدي لك ابهار في الاداء. دي حقيقه. بس نرجع بقى للجمباز، وعندنا لعبتين، اي ولد او اي عفوا اي راجل في بداياته وعنده طفل صغير يقول له ايه؟ روح لعبتين، يا نوديه سباحه يا نوديه جمباز. استيعاب كمي كبير بالشكل ده، بتستوعب ده ازاي؟ انا عارف ان الضغط عليك كتير هو السباحه، بتستوعب كل اولاد النادي دول ازاي؟ هو طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان خلي بالك احنا في النادي الاهلي في شقين. شق مرتبط بالفرق الرياضيه اللي بتمثل النادي الاهلي، وشق مرتبط بالخدمات اللي مرتبطه بالاطفال اللي عايزين يبداوا يمارسوا الايه الجمباز. تمام. لازم تهتم بالاثنين. مظبوط. ولازم تدي الاثنين حقهم. تمام. هما الاثنين بيشتغلوا في مكان واحد اللي هو صاله الجمباز اللي موجوده، على الرغم ان الاثنين ليهم اجهزه مختلفه. الاولاد الصغيرين دول ليهم حاجات مختلفه أجهزة عن الفرق، مختلفه خالص عن الفرق. تمام. ودي كانت مشكله الحقيقه، ان مجلس اداره النادي تفهم الامر ده السنه دي وقرر انه يعمل صاله خاصه منفصله للولاد اللي حضرتك بقى بتقول عليهم دول، اللي لسه جاي عايز يلعب الجمباز.
الصاله دي مرتبطه بجمباز الاطفال كويس قوي، يدخل فيها مصممه من حيث المقاييس ومن حيث الاجهزه ومن حيث الادوات كلها تناسب المرحله السنيه بتاعت الاربع سنين الصغيرين دول، اللي هي السن اللي هي سن المدارس والصغيرين اللي يجي عايز يلعب جمباز. ده مكانها فين؟ جوه صاله الجمباز؟ جوه بجوار صاله الجمباز. هذه الصاله جديده تمت الموافقه عليها وجاري الاجراءات تنفيذها، لان هي دي هتخلي حاجتين تقدر تلبي احتياجات الاعضاء بشكل كبير. نمره اتنين انك توفر له المناسب ليه من حيث الامكانيات والاجهزه والادوات. الاجهزه القانونيه اللي موجوده دي بتبقى يعني اقرب الى اللاعبين اللي بيؤدوا البطولات. تمام. بتحاول توظفها انت لخدمه الايه الاطفال الصغيرين، لكن هي مش الاجهزه المخصصه ليهم. لكن لابد ان انت يبقى عندك الايه الصاله دي. الحمد لله الصاله دي موجوده او يعني في حكم الموافق عليها. في حكم التنفيذ. حكم التنفيذ. وهتبقى بالنسبة للولاد الصغيرين مفيدة جدا جدا، لأن هي عبارة عن محطات حركية وبدنية الطفل بيمر عليها ببرنامج معين تنميه لقدراته الحركية والبدنية بشكل عالي. لما يجي يدخل بعد كده في مجال الجمباز أو أي رياضة تانية هو عنده حصيلة حركية ومهارية كبيرة جدا يقدر يستفيد، حتى لو ما جاش في الجمباز خلاص وراح لعبة تانية بس خد بيز فرشة، خد الحاجة المهمة المهمة جدا الناحية البدنية والحركية وقدرته في التحكم في الجسم هتفيده في اي لعبه ثانيه. يعني الصاله دي هتؤدي الى الرياضه في النادي الاهلي بصفه عامه للقاعده الصغيرين الاطفال الصغيرين. اه تمام، دي خلاص اخذنا بيها موافقه وبدانا تنفيذ ولا لسه ما بدأناش؟ يعني داخل السكادول بالظبط كده السكادول. لكن اعرف حاجه ثانيه، ان اعتقد في اجهزه بتتغير عندك ده بقى كمان كده صح؟ تاني بقى يعني بالظبط كده دي سمعتها يعني عارف انت اخبار مش موضوع دايما يعني موضوع عايز اعرف هو طبعا كان مطلب الاجهزه لازم يحصل لها احلال وتبديل في توقيتات معينه، بيحصل لها صيانه بس فيجي في وقت خلاص في استهلاك. تمام. فاحنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا يعني ثم موافقه مجلس اداره تم الموافقه على شراء مجموعه كامله للاجهزه. كامله؟ كامله. يعني صاله الجمباز كل الاجهزه هتتغير كلها والمراتب اللي فيها والادوات اللي فيها هيجي مجموعه كامله طبعا بملايين مكلفه جدا. لكن كمان هو مش بس عشان القدم، لكن كمان ان الاجهزه نفسها فيها حداثه تطور الاجهزه بيساعد في تطور مستوى الاداء. ودي نقطه مهمه جدا، انت لو بتلعب على جهاز ليه مواصفات فنيه عاليه بيساعدك على اداء مهارات ذات مواصفات عاليه اكيد، والجهاز ممكن يبقى عائق في انك ما تقدرش تطور مستوى اللاعب. فانت دلوقتي ان شاء الله على اخر الشهر ده اللي احنا فيه ده يعني كمان اسابيع قليله هتيجي مجموعة كاملة مستوردة من فرنسا كاملة للصالة، وهتم إخلاء الصالة تماما وتركيب الأجهزة الجديدة بنظام جديد. هيحصل نقلة نوعية كبيرة جدا في أجهزة الجمباز اللي في الصالة، ودي طبعا موضوع كبير مش موضوع مهم جدا مكلف جدا. أعتقد كان مطلب عند الناس أو الناس كانت بتتكلم دائما أو أبدا في صالة الجمباز مع مجلس الإدارة، فأعتقد كده أدي أول حاجة بتحقق ليهم قريبة. الأجهزة وصلت خلاص؟ الأجهزة دلوقتي هي قاربت على الوصول اللي هي مستوردة من فرنسا كويس، وهتجي لنا على أول الشهر أو آخر شهر 11 اللي احنا فيه ده. تمام. وده هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا. هنقفل صالة الجمباز قد إيه؟ هنقفل صالة الجمباز قد إيه؟ إغلاق حوالي شهر. شهر. تقريبا. هايل. ودرسنا البدايل وبدأنا في التحرك ليها في الأماكن البديلة. كويس. وفعلا تواصلنا معاهم بحيث إن احنا يعني إن شاء الله إن شاء الله في ضوء الخطة اللي احنا حاطينها مفيش لعيبه تتاثر بالفتره الخروج بره دي، لان احنا في وسط مرحله بطولات. تمام. فمش عايزين لعيبه تتاثر. لو احنا خرجنا لو احنا هناخد ولادنا هيتمرنوا فين؟ احنا بس الموضوع بيجيب بعض يعني هيتمرنوا فين؟ هيطلعوا يتمرنوا فين بعد؟ عندنا بديلين اتفضل ومهمين وفي نفس الوقت احنا برضو بنفكر في البديل السهل القريب. كويس. يعني البديل مثلا مركز شباب الجزيره في صاله مستواها مميز جدا حديثه جدا هيبقى ده احد البدائل. طب كويس. البديل الثاني كليه التربيه الرياضيه للبنات بالجزيره في ظهر النادي على طول. في ظهر النادي على طول في ظهر صاله الجمباز على طول. في ظهر صاله الجمباز بالظبط. لو فتحنا بس باب من الحته دي امام البرج. تمام. احنا في الاختيارين دول حاولنا ان الاعضاء ما يخرجوش بره دايره النادي علشان ما نروحش مثلا المركز الاولمبي في المعادي، ما نروحش اماكن بعيده يبقى فيه مشقه، بحيث حتى ان الاعضاء يقدروا يجيبوا اولادهم الاماكن دي ويروحوا في النادي ينتظروا وبعدين يجوا ياخدوهم بعد كده. تمام. فتم الاتفاق مع الاماكن دي والتنفيذ هيكون على كده ان شاء الله. هايل. تمام. ده كده بالنسبه للادوات. بالنسبه للاعبين عندنا 13 مديله ذهب في المهرجان 8 سنين. تمام. مظبوط. تمام. ولسه بنلعب بنلعب بنبارك لك بنقول لحضرتك الف مبروك. ده النهارده صح؟
امبارح امبارح امبارح. طيب نقول ايه بقى عن البدايه الحمد لله اللي هي الموفقه بالنسبه لولاد النادي؟ شوف، هو احنا لعبنا مرحلتين، 7 سنين، 8 سنين، انت طبعا مراحل صغيره. بس اللي عايز اقوله لك ان انت بالرغم الحمد لله ان احنا كسبنا كل يعني اللعبه بتاعتنا، خدت المستوى الاول اللي هو الميداليه الذهبيه في 7 سنين وفي 8 سنين، بس احنا في الاخر المكسب ما هوش الاولويه الاولى بالنسبه لنا لينا في السن ده خالص. لا، مش الاولويه الاولى، هو من ضمن حساباتنا، لكن عندك اولويات تانية اهم في السن الصغير ده، الا وهي ان اولا ان الولد يحب لعبه الجمباز اللي هو بيعملها كويس، ادي اول حاجه. نمره 2 ان الولد يكتسب قاعده اساسيه بدنيه ومهاريه مرتبطه بالجمباز. تمام. الاسس البدنيه والمهاريه المرتبطه بالجمباز اهم من انه يعمل الحركات اللي يروح بيها البطوله. نمره 3 انه يتعلم كل المبادئ والقيم التربويه اللي هتفيده بعد كده، الانتظام، الانضباط، السلوك، روح النادي الاهلي والفانيلا اللي احنا بنتكلم، كل ده انت حاطه. بعد كده بقى بص للمكسب. فانت في حاجات كتيره قبل ما نروح للمكسب. قبل ما نروح للمكسب. ومع هذا الحمد لله عشان احنا بنقدر نوفق ما بين المعادله دي، بنقدر الحمد لله ان احنا نجيب كل الفريق بتاعنا يروح يجيب ميداليات ذهب، دي حاجه كويسه. طب دكتور، يعني مش هروح حق تقييم لمرحله حضرتك، بس حضرتك يعني وقت كتير مع فريق الجمباز في النادي، تقريبا 10 سنين مع فريق الجمباز. نتائج يعني نتائج كويسه، نتائج بتكون قليله شويه وهكذا، بتقيم التجربه دي ازاي؟ والله شوف، هو انا طبعا يعني احد ابناء النادي الاهلي، دي حقيقه، عضويتي قديمة جدا، لأنه كنت طفل صغير في النادي الأهلي. ولما اشتغلت في النادي الأهلي أنا مش غريب عن النادي. بالإضافة إلى أن يعني عايز أقول لك أي حد يتمنى أنه يشتغل في النادي الأهلي، دي حقيقة، أنا مستريح جدا، دي حقيقة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، كل ولاد النادي جوه النادي حرية مطلقة، مساندة مطلقة، مفيش تدخل خالص، فانا مستريح جدا في النادي. بحاول ابذل اقصى ما في وسعي. احنا عايزين نقيم المرحله، يعني تقييم المرحله يعني الانجازات اللي حضرتك عملتها، عملت انجازات كتيره بما شك فيه، لكن عايزين نقيم المرحله، هل وصلنا لهدف معين وليس الاهداف عند حضرتك كتيره؟ شوف، احنا في مراحل كانت افضل من مراحل بسبب بعض الظروف اللي بتخدمك. يعني انا بعتبر ان احنا مثلا ان احنا نوصل لاعبين للمنتخب القومي اللي هي في ذروه القمه دي حاجه تبقى كويسه كويس. او ان عندنا لاعبين تخش في المنتخبات وتفوز بميداليات. في وقت من الاوقات الظروف كلها ساعدتنا، امكانيات الاجهزه كانت قويه، متاح لينا مدربين مميزين جدا، فقدرنا عملنا نتائج كتيره كويسه جدا. حصل اهتزاز شويه كده بعد كده، الامكانيات قلت شويه. كويس. خلي بالك احنا الامكانيات عندنا، عاجبني فيك صراحه. لا انا بقول لك بجد والله، عاجبني صراحه جدا، عامل فاصل مهم جدا. انك لما تتهز الامكانيات اللي عندك في الوقت اللي الانديه الثانيه طورت نفسها سبقتك بشكل مختلف، سبقتك شويه. فاصبح شويه انت تراجعت، وترجع تستدرك المساله دي تاني، والنادي يعني مجلس الاداره مشكور يتفهم الاحتياجات بتاعتك، لان هي اصل انت منظومه عشان تحقق نجاح لازم توفر العوامل كلها بتاعت النجاح. هي منظومه متكامله طبعا في الاخر، ناحيه اداريه وناحيه مجلس الاداره وناحيه اللاعبين، فكل دول لازم يعني يروحوا مع بعض، يمشوا في طريق واحد عشان يعملها. طب دكتور، هنخرج لتقرير يعني مكان برضو جمباز، هنريح شويه بجمباز ونطلع لتقرير لالعاب القوى لبطوله 14 سنه جمهوريه. هنشوف برضو هناك ولادنا كسبوا مركز اول ومركز ثاني، وكل ولاد وبنات، هنبص على التقرير ونرجع وترجعوا لنا مره ثانيه. اتفضلوا. الحمد لله، كنت انا يمكن وانا شغال مدرب كانت الفكره دي دايما في دماغي، ان احنا نعمل قاعده من جديد من الناشئين. وكانت اكبر مشكله بتقابلنا ان احنا اول مرحله سنيه عندنا كانت 16 سنه، فكنا بنجيب الولد صغير عنده 12 سنه 11 سنه 10 سنين ونبدا نمرنه، فبيمشي ناس كتير جدا لان مفيش احتكاك، مفيش بطوله جمهوريه يلعب بيها، والولد في السن ده عايز منافسه، عايز يلعب وعايز يشوف شهاده، عايز يشوف ميداليه.
فلما ربنا كرمني ودخلت الاتحاد كنت انا صاحب الفكره دي، ومجلس الاداره كله دعمني وقف كلها فيها وكلهم وافقوا عليها جدا بدون تردد. للامانه احنا فكره البطوله دي من ال 14 سنه عشان نزود قاعده الناشئين على مستوى العاب القوى في مصر، لان احنا اشتغلنا على اكتر من محور في اول ما مسكنا، زياده قاعده الناشئين وزياده الاحتكاك وزياده عدد البطولات. زياده قاعده الناشئين دي ما كانتش هتيجي غير ان انت تعمل مرحله سنيه صغيره، ودي مش فيه بس كده، ده فيه بطوله ان شاء الله تانية هنعملها كيدز برضه، دي للمرحله الاقل سنيه من 14 سنه 12 سنه. دي كانت الفكره اللي وكانت مولد الفكره موجوده من كده. بطوله جديده واول مره يتم ادراكها في خطه الاتحاد. الهدف منها نشر اللعبه على مستوى اولادنا الصغيرين وتعرفهم يعني ايه العاب قوه. فدي كانت سابقه جديده الحمد لله، وزي ما قلت لحضرتك ان هي الفكره يعني هو الكابتن طارق ما قالش في البدايه ان الفكره ايه، بس انا عارف يعني هو كان معول كبير في في في, في انشاء هذه البطوله وهذه الفكره. واتمنى التوفيق زي ما انت شايف كده ما شاء الله الولاد مبسوطين، وزي ما قلت لك دي بتخلي اكبر عدد مشاركه ولادنا تحديدا الاعضاء بتوعنا ان يشاركوا حتى بصفه فرديه على اساس دي فرصه يلتحقوا بالفريق بعد كده. ده اللي عايز اقوله في بدايه ال 14 سنه، وهي ان شاء الله بطوله اتمنى التوفيق طبعا لكل الناس فيها وبالاخص النادي الاهلي اكيد. يعني الغرض من البطوله احنا بنخلي اللاعب بيلعب اربع ايفنتات، في حاجه بنلعب جري وزب ورمي. الجري فيه 50 متر عدو و50 متر حواجز، بالنسبه للوزب فيه وزب عالي ووزب طويل، بالنسبه اللي فيه كره الهوكي وجله، للبنين 3 كيلو والبنات 2 كيلو، وفي علشان احنا المسافات كمسافات متوسطه في 100 في 1000 متر جري. دي بحيث احنا ايه اللاعب لو عنده موهبه السرعه بيلعب 100 او 200، عنده تحملات بيلعب 800 1500. بالنسبه للوزن العالي للجامب والحواجز لو كان في ما شاء الله في باور او في حاجه بيقدر يلعب يتجه للرمي. احنا اخترنا جري وزب وجري وزب ورمي، وهي العاب القوى عباره عن ايه؟ جري وزب ورمي. فاحنا اللاعب وهو صغير بعدين احنا بنقوله 50 متر، اللي يعني في ناس بيقول لك الاربع ايفنتات كتير على اللاعب، لا ده لاعب صغير الولد بيبقى عنده طاقه، فلما بجريه 50 متر الولد انا بجريه 50 متر. في ولاد ما شاء الله بيبقى حاجه فايتر وبيتمرنوا عليها، بعدين السنه الجايه هو هيلعب 16 سنه، يعني اللي عنده مواليد 2005 هيلعب السنه دي اخر سنه له 14 سنه، السنه الجايه هيلعب 16 سنه، 16 سنه دي 80 متر. فاحنا بنقول ايه السباقات دي سباقات دوليه تبع الاتحاد الدولي عباره عن مهرجانات، فاحنا بنعود اولادنا من يعني من دلوقتي ان هم يتعودوا على الكومبيتيشن والحاجات يعني روح المنافسه وروح الفوز. البطوله دي مهمه قوي بالنسبه للسن الصغير ده، بيتلعب اربع مسابقات مختلفه وكل مسابقه يعني المفروض انها تتعرض مع الثانيه، فبس السن ده عشان يبين في البدايه اللاعب ممكن يتميز بايه، يعني مثلا في ال 1000 متر دي لو هو تفوق فيها يبقى يلعب في المستقبل مسافات طويله ومتوسطه، لو في ال 50 متر تفوق فيها يبقى يلعب سبرنت كده، وفرصه ان اللعيب نعرف ان هو هيتخصص فيه في المستقبل. بنبدا دلوقتي في فتره اعداد عام، وبعد كده بنعمل اعداد خاص، بعد كده فتره مسابقات تنافسيه، وعلى اساس تطلع لعيب فورمه في الميعاد البطولات يعني وكده غالبا في مارس اللي جاي، ومنها لعيبه بتطلع بطولات دوليه وكده. بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه مسابقات مركب، كل لاعب بيلعب اربع مسابقات، بيتحسب كل رقم بيسجله بيترجم لبونت، واللي حسب اعلى بونت بيتعمل الترتيب على هذا الاساس. وهي زي ما قلت لحضرتك بتعرف اللاعب من الصغر ممكن يتخصص ليه في المستقبل، وهي فرصه للعيب ان هو كالاول بتلعب بطولات مناطق بس فيش جمهوريه، ففرصه للعيب ان هو لما يحس ان هو بيلعب بطوله جمهوريه بيهتم اكتر ويجي التمرين اكتر عشان يقدر ينافس يعني بشكل اكتر.
رجعت لنا مره تانية بعد تقرير عن برضو ابطال النادي الاهلي والعاب القوى وكل الحمد لله ما شاء الله كل ابطالنا في كل الملاعب هنصورهم عشان نبين للناس الناس دي كلها بتجيب انجازات ازاي وبتتعب ازاي استعدادات وتحقيق بطولات وان شاء الله باذن الله دايما الاهلي رقم واحد في كل حاجه. دكتور محمد نرجع لحضرتك مره ثانيه وقفنا عند اللاعبين الصغيرين وكل اللي بنقوله والاجهزه والنادي الاهلي طور المنظومه دي طور المنظومه كمان كنا بنتكلم في الفاصل وكمان طور المنظومه للمدربين وطور المنظومه الاداريه للنادي الاهلي تقول ايه عليها؟ احنا برضو الحقيقه هي يعني رياضه الجمباز واعتقد كل الالعاب اللي في النادي شهدت تطور مهم كبير لانه حصل اكتر من اجتماع لجنة اداره النشاط الرياضي عشان تتفهم ايه المشكلات التدريبيه اللي موجوده كويس ففي ضوء اللي احنا عرضناه كان عندنا نقص في عدد المدربين اللي مرتبطه بالفرق تمام فوافقولنا على زياده كبيره في عدد المدربين زودنا 16 مدرب في الجهاز السنه دي زودنا اداريين بالإضافة إلى أن النادي يعني بفضل الله الحمد لله كان ماشي من البدري خالص في تطوير اللائحة الخاصة بالنشاط الرياضي اللي فيها رفع المرتبات دي أهم حاجة مهمة جدا في طبعا. التفاوض مع المدرب مزبوط. المدرب لما بيجي تتفاوض معاه هو برضو عايز يعرف مرتبه كام عنده بدائل عنده اختيارات فإحنا الحمد لله قدرنا نجيب مجموعة كبيرة جدا من المدربين اللي يعني الصف الأول ما شاء الله يكفي أن 7 منهم كانوا مدربين منتخبات موجودين عندنا دلوقتي ومدربين مؤهلين معهم تدريب شهادات تدريب دولية ومدربين معهم دكتوراهات يعني معانا دلوقتي جهاز ربنا كده يحفظه ويحميه ويقدر ينتج إن شاء الله حاجة تانية خالص غير السنة اللي فاتت وده طبعا بفضل تفاهم إدارة النشاط وفاهم مجلس إدارة الاحتياج التدريب يمشي إزاي طب كده بالنسبه لليل خلاص خلصنا كل ده هنخش على المنافسه تمام عندنا اسماء انديه الصيد ووادي دجله ونادي الجزيره تمام منافسين اقوياء معاك طبعا بنعمل ايه معاهم احنا رياضه الجمباز المنافسه فيها ما هياش ما بين قطبين كده زي كره القدم مثلا او زي كره اليد اهلي زمالك لا تمام في مجموعه من الانديه بتتصارع على القمه يعني تمام هذه الأندية بقى بتزيد أحيانا بتقل أحيانا لكن أنت المفروض أنك تمشي في الطريق بتاع التدريب والتخطيط لفرقك بأفضل ما يكون لما تمشي بأفضل ما يكون والإدارة وراك بتوفر كل السبل وتستخدم أسلوب علمي في التخطيط للتدريب وتستقدم مدربين كويسين مؤكد أن بدل ما تفكر في النتيجه من الاول لا فكر في الخطوات اللي هتوصلني للنتيجه امشي في كل الاجراءات الاداريه والفنيه مظبوطه مع المسانده القويه اللي بتلقاها من النادي تلاقي نفسك النتيجه اللي انت عايزها وصلت اليها فهو ده اللي احنا بنعمله السنه دي على الرغم ان احنا لحد دلوقتي لسه متاثرين بالاجهزه القديمه اللي موجوده لان لسه الاجهزه ما جاتلناش لكن لا نتوقف عن العمل بنحل كل مشاكلنا اللي مرتبطه بنقص الاجهزه بكل الطرق والوسائل لكن لما تيجي الاجهزه الجديده المساله هتختلف اكيد بس احنا لازم نقول ان احنا مش هنقف على الاجهزه القديمه زي ما حضرتك قلت لا خالص احنا النادي الاهلي يعني رقم واحد طبعا من النادي الاهلي لا يرضى كل الناس ولا مجلس اداره ولا جماهير ولا حاجه خالص بترضى بالمركز غير المركز الاول طبعا. لكن عندنا دكتور حضرتك اساسا عميد كليه التربيه الرياضيه اخدت بس من كلامك وبتقول ان احنا ناحيه النظريه او الناحيه الفنيه العلميه بمعنى الاصح دخلنا الاثنين في بعض بنشوف كليه التربيه الرياضيه اولاد عندهم مجاميع كبيره بس يخشوا كليه التربيه الرياضيه نفسي اعرف ليه يعني اشمعنى بيروحوا هو شوف هو من ناحيه كليه التربيه الرياضيه هو لازال خريج التربيه الرياضيه دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها سوق العمل محتاجهم جدا كويس فخريجينا حتى الان كتير منهم بيشتغلوا بمجرد ما بيتخرج على طول وهو طلبه بيشتغل هو طالب بس دي حاجه مفيده اعتقد هي عشان كده بتخلي الناس تفكر انه عايز يلاقي فرص عمل فرص العمل في مجال التربيه الرياضيه كبيره ومتنوعه وبالتالي بيحصل اقبال عندنا بس اضافه لان احنا بنطور جدا في الطالب بنديله مهارات متنوعه متعدده يقدر يشتغل في حتت كتير وفي يعني فرص كتيره حتى لو مش تربيه رياضيه ينجح فيها برضه يشتغل في العلاقات العامه يشتغل في اي عمل ما هوش متخصص في الرياضه بس عنده مهارات عنده مهارات فعشان كده بيشتغل هسالك سؤال كنت دايما زمان او سؤال جالي على بالي دلوقتي خلي بالك ايه الفرق او ايه المشكله اللي بتحدث بين العلميين
والفنيين. يعني انا مثلا لو كنا خالد العوضي طالع من الهاندبول فببقى مدير فني تبقى فيه مشكله لان انا مش رابط مع العلم. طبعا. عايز اعرف فين الفرق، يعني ايه اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك، هي المشكله يمكن الجماعه اللي هم مسؤولين عن العلم شويه ليهم دور ان هم لما بيحتكوا بسوق العمل المفروض يعرفوا ازاي يتعاملوا مع سوق العمل كويس ويبسطوا المساله. لان الجزء العلمي ده في مصطلحات علميه وفنيه بتتكلم في البايوميكانكس، بتتكلم في الفسيولوجي، دي حاجات كلها معقده. دي حقيقه. اما تنزل في سوق بقى العمل وتتعامل مع مدربين ولاعبين ولا امور، اوجد بقى الطريقه اللي تدوب بيها فكره المصطلحات المكلكعه دي، حول الكلام ده الى جزء عملي. نمره اتنين، لا تصنف نفسك ان انت راجل اكاديمي علمي فانت فوق الاخرين. لا، هايل. في ناس عندها خبرات كبيره جدا 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 وما هياش متخصصه في التربيه الرياضيه، لازم تحترم خبرات الاخرين. لازم تكمل الاثنين يكملوا مع بعض ويبقى في تكامل، مفيش صراع. فبس بعض الناس اللي هم مش اكاديميين بيبقى عندهم حساسيه شويه برضو. طبعا بيبقى مش متقبل الحكايه دي، وفاهم ان الراجل بتاع العلم ده جاي ايه، يعني اللي هو ايه هيعلمني من اول وجديد. أيوه. لا بالعكس، هو لو الدنيا يعني ما فيهاش حساسيه هيستفيد، والراجل اللي عنده العلم ده لما ينزل سوق العمل يشتغل بمنطق انه يستحوذ الناس اللي موجوده في سوق العمل علشان تقدر تمشي. وده انا بعمله حتى مع المدربين بتوعنا. بس انا كده حاجه بصراحه، في الوقت اللي احنا فيه مفيش حاجه اسمها حاجه بدون علم طبعا، منتهيه خلاص طبعا. يعني زمان من 20 سنه وانا بلعب كده كان ممكن ده يحصل، لكن دلوقتي كل حاجه بالعلم. لو احنا ما دخلناش العلم في الرياضه هيبقى عندنا مشكله كبيره حقيقي. شوف، هو هرجع اقول لك تاني برضو، انك لما تيجي تدخل العلم في الرياضه لازم تبسط هذا العلم، وما تقعدش تتعامل مع الناس اللي ما تعرفش العلم ده ان هي مش فاهمه وانت رايح تعلمها وهم ما بيعرفوش. المساله دي لا، ما تمشيش كده. صح. المساله دي لازم تفهم الناس في تكامل، وان الفهلوه يعني في التدريب او الشطاره او الخبره بس ما تكفيش. مش عايز بقى كده خالص. مظبوط. وكمان العلم بس لوحده ما يكفيش. انت ممكن تستفيد من خبرات كبيره عند ناس مرت بتجارب، مرت بمواقف، مرت بتعاملات، ممكن تستفيد منها. الدمج ده بقى تبقى مسؤول عنه ناس معينه، زي مثلا انا موجود في كليه التربيه الرياضيه كعميد وفي الجهاز كمدير فني، فبحاول ادمج الحكايه دي ووصلها للناس. مدى بقى النجاح حسب ما المنظومه هي اللي بتحكم الحكايه دي. طب دكتور، احنا مكاننا فين في الجمباز؟ في الافريقي ولا عربي ولا عالمي؟ مكاننا فين؟ احنا على المستوى الافريقي احنا طبعا يعني عندنا تاريخ كبير قوي، واحنا ابطال افريقيا ما شاء الله. على المستوى العربي برضه نفس الكلام، في منافسين طبعا هنا وهنا. مين اللي بينافسنا على المستوى العربي؟ المستوى العربي عندك شمال افريقيا، تونس، كل حاجة، مغرب، جزائر، دول يعني طبعا دول نفسنا في كل حاجه في افريقيا، فدول في المنافسه موجودين كويس. عندنا على المستوى العالمي بعض يعني اللاعبين المميزين جدا اللي هم ليهم نتائج على مستوى كاس العالم وعندهم حركات موجوده باسمهم. عندنا لعيب في مصر هنا اسمه علي ابو القاسم، ده لعيب مشهور جدا بره وعنده وبطل كاس عالم في جهاز الحلق ما شاء الله، وعنده حركات مصنفه باسمه. هايل. يعني في حركه الى حد كبير كويسه. بالاضافه الى ان اتجاه الاتحاد المصري للجمباز ان هو يزود قاعده الممارسه، ده انا بعتقد انه على المردود الطويل شويه ممكن يبقى له فايده، لان انت في الاخر كل ما كبرت قاعده الممارسه ووسعت قاعده الممارسه هيجيب لك في الاخر بعد كام سنه في المنتخبات فوق. فلا، احنا موجودين على المستوى العربي والافريقي موجودين، وحتى العالمي موجودين. طب حلو، احنا على المستوى العربي عندنا خبر بيقول ان فرقتنا فريق التنس طاوله في تونس بيلعب بطوله عربيه، الحمد لله كسب اول يوم السد القطري 3-0، وكسب فريق العراقي فريق الصناعه العراقي، وكسب النهارده عطبره السوداني برده 3-0، بيمثل فريق محمد البيلي وخالد عصر و سيد لاشين وعمر بدير واللاعب الصيني المحترف معاهم، ويرأس البعثة الكابتن أو الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله إن يرجعوا لنا من البطولة رجال وسيدات التنس طاولة بالبطولة. إحنا في كل الأجواء بكل الملاعب أول ما بيجي لنا خبر على طول لازم نقوله للناس. دكتور، هنشوف حد يقف على منصة التتويج من مصر في الجمباز زي ما بنشوف أبطال العالم كده؟ هو مش نتمنى. لا، هو احنا زي ما قلت لك احنا عندنا حالات فرديه، لكن انت بتدور على ان يبقى في منظومه
تحطك على المنصات دي باستمرار. ودي برضو عملية ما هي صعبة لان هي اكبر من قصة الاندية او قصة الاتحاد المصري للجمباز. بيخش فيها بقى نظام التعليم، نظام يعني الحياة الاجتماعية. لان اديك مثال صغير جدا، احنا مثلا السنة اللي فاتت كان عندنا فرقة الدرجة الاولى بتاعتنا طالعين لسه اول مرة يلعبوا درجة اولى، هم كلهم في الثانوية العامة. بقى عندنا مشكلة كبيرة، مش عارفين نلاقيهم طبعا. فعملنا لهم نظام تستغربوا جدا ان الفريق ما بتدربش مع بعضه، بيجي اتنين لعيبه يتمرنوا الصبح. لا ايه مش بيتمرنوا مع بعض بس ابقى فاهم يعني ايه ما بيتمرنوش مع بعض. ما هم الست لاعبين هم كفريق كلهم في دروس في الثانويه العامه. فانت مش لما تيجي تقول لهم مثلا التدريب مثلا من 6 ل 9 بالليل، تلاقي ده عنده درس وده عنده مش عارف ايه وده عنده ايه. تمام. طيب نتمرن الصبح، ما هو مش لا اصل ده عنده ايه. فعملنا برنامج لكل واحد فيهم، لكل واحد فردي، لكل واحد فردي عشان يقدروا يجمعوا، عشان نقدر في الاخر نجمع. يعني انت بتتحايل ده نظام تعليم. بس حصل ايه السنه دي؟ اثرت على الاولاد في مستواهم الفني والبدني، وما قدروش طبعا يحققوا في البطوله الامل المرجو بسبب النظام التعليم. دكتور، في حياة كل مدير فني بطولات، نجاحات وإخفاقات، لكن في بطولة بتعلق في الذهن معاك. قول لي أي بطولة علقت في الذهن معاك، لو كان هي إخفاق أو مكسب، يعني أيا كان الموضوع، يعني أي بطولة. لا هو طبعا البطولة اللي فيها مثلا إخفاق وأنت بتبقى زعلان جدا عليه مثلا، يعني في الدرجة الأولى زي السنة اللي فاتت، إن أنت عملت كل حاجة للولاد بس أنت مش قادر توفر عدد الساعات التدريبية اللي بيها تقدر تنافس. لان بينافسك لاعبين اللي بخرجين، اللي اكبر سنا، اللي متفرغين، وانا ولادي في الثانويه العامه. فانا عارف الصعوبه اللي انا رايح بيها، بس ده مش معناه ان انا هقف. هحاول وهبذل اقصى مجهود. فدي بطوله السنه اللي فاتت. قبل كده بقى كان عندنا بطولات كتير، يعني فريق الدرجه الاولى قعد مثلا 3 سنين ورا بعض محتكر كل البطولات ما شاء الله في مصر. تلعب كاس مصر، تلعب بطوله جمهوريه، تلعب كاس بطوله بني. بنكسب. وبعدين الولاد كلهم بقى حصل، اللي دخل الجيش، اللي اشتغل بره القاهره. ففجاه الفرقه دي كلها بالكامل مشيت، يعني بسبب الظروف الاجتماعيه. وكان الجيل اللي بعدهم مش بنفس القوه اللي طالعه عليك انك تعد. الجيل اللي وراهم ما كانش بنفس القوه. اتعرض برضو الناس الكويسه لاصابات، توقفت، فحصل لك دروب بعد جيل قوي في فجوه كده، وبعدين بترجع تعمل جيل تاني. الجيل طالع وشايف ان احنا ماشيين في طريق طالع باذن الله. ان شاء الله طالعين. طيب الايام دي، في الايام اللي احنا فيها، الاجواء دي بتكون اجواء مختلفه شويه. زمان وانا رايح التدريب اروح لوحدي، النهارده ولي الامر قاعد شايف مركز مع المدير الفني والمدرب واحد. تقول لي لأولياء الامور كلمه صريحه ليهم، عشان مش اقول لك الدنيا تهدى، لكن تبقى الدنيا كويسه بالنسبه لهم. هم طبعا اولياء الامور جزء من المنظومه بتاعتنا. كويس. ده لازم نعرف، بسبب اولا لان احنا بنبتدي سن البطولات اقل من 7 سنين. يعني سن 6 سنين دول لعيبه بيلعبوا بطولات. تمام. وعندك بقى سن 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9، كل السن ده سن اطفال صغار جدا، طبعا معتمدين بشكل كبير جدا على ولي الامر. مظبوط. اولياء الامور طبعا عندنا ما شاء الله في النادي الاهلي، يعني ناس افاضل مميزين جدا. بس بسبب حسن النيه احيانا وخوفهم على اولادهم بيقعوا في اخطاء. ان هو مثلا يلاقي الولد الحركه متعسره معاه، مش عارف يجيب ده. احنا بالنسبه لنا ده شيء طبيعي، ان هي هتاخد وقتها في عمليه التعليم. هو بيبقى مستعجل، فممكن يفكر ان هو يروح يتدرب بره في حته برايفت عشان يعمل ويساوي وما الى ذلك. هو مش فاهم. تقول لهم ايه؟ اقول لهم دي بالذات. أيوة. اقول لهم ان خلي بالكم ان الجهاز الفني اللي موجود، سواء المدربين او المدير الفني، موجودين عشان مصلحه اولادكم، وعارفين كل التفاصيل الفنيه اللي مرتبطه بعمليه التدريب. كويس. وان انتوا لو قمتوا بدوركم من حيث الرعايه، الاكل، النوم، التظبيط، العلاج، تنظيم اليوم ده اكبر انجاز تحققه لنا. كويس. وتسيبوا لنا احنا المساله الفنيه، احنا نديرها بالطريقه اللي احنا عارفين ان هي الطريقه الصح. تمام. لكن حضراتكم احيانا يحصل تداخل شويه عندنا، عايزين كل واحد ياخد دوره، كل واحد يقوم بدوره بس. فلو الدور ده حصل خلاص هنقوم كل منظور. خلاص. تقولي للاعبين الفريق النادي الاهلي كله واحنا في اول البطوله كده، اقول للاعبين انتوا بتلعبوا باسم اكبر نادي في مصر والافريقيا والشرق الاوسط، واللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا ليه، لازم يقدر قيمتها.
ولازم يعرف ان هو اليوم اللي بيروح يلعب فيه في البطولة هو بيحمل اسم النادي الكبير العظيم ده. لازم هو خلال السنة كلها يعني احنا بنلعب بطولتين في السنة، تخيل ان الولد هيروح في البطولتين دول يحمل اسم النادي الاهلي اللي هو بقاله سنة بيتدرب عليه. لازم يفهم الحكاية دي طول السنة. تمام. وبقول له انك لما هتكسب وفي تاريخك بعد كده تكبر وتقول لاولادك او تقولي لاولادك انا كنت بطله في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا وتساوي التعب اللي هيتعبه دلوقتي. كلمه لمجلس الاداره. مجلس الاداره طبعا بشكرهم جدا جدا على دعمهم ومساندتهم لينا، لان هم تفهموا الاحتياجات الفعليه، والحقيقه هم كل اللي وعدوه عملوه واكتر. يعني الوعد اللي قطعوه على انفسهم بالنسبه لنا اتعمل وحاجات اضافيه اكتر. كويس. فاحنا كاسره الجمباز يعني يبعد الاسره كلها بما فيها من جهاز فني واولياء امور بنشكرهم جدا جدا، وبنوعدهم ان احنا نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤوليه، ونقدر ان احنا فعلا نعمل حاجه مناسبه لاسم النادي الاهلي. دكتور محمد فؤاد، حديث رائع، حديث جميل، فتحنا كل الجوانب، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن خالد، بشكرك جدا. ميرسي، ربنا يكرمك، ودايما على اللقاء، ودايما هنتابع فريق الجمباز في النادي الاهلي في انجازات بتحصل في كل الالعاب، وهنفضل متابعين كل العاب النادي في كل الصالات في كل النقط في الاخفاق في المكسب، هنتابع وهنقول الحقيقه من خلال قناه الاهلي لفريق النادي الاهلي لمصلحه النادي الاهلي. شكرا والى اللقاء.